اهلا ومرحبا بكم معنا في عماد في الراديو واصبحوا كاملين الله يخليكم على رايان ماك توبي. صباح الخير. رايان صباح الخير. جيني بيزار ندير معك انا الانترفيو. اشكال مانيشي مانيشي هذاك تسمع لوطو كود بوس واحد ولي يدير يديه اصلا ديما داير الانترفيو. ناس اخرين هنا لا سي فري فوز افي في دي باساج في دي راديو اخرين. كنشكرهم بهذا المنبر. الله يرحم بالوالدين. ولكن اذا غادي يستقبلونا كنا في نفس الفريق فهمتي. ماني عندك تسولنا لان ما فهمتش كيفاش غادي نبدا نسول. مازال شي فيزا كيفاش نجي الاغنيه وانا عارف كل شيء. ما كنسولش اسئله وانا عارفهم. لا سي فري انا هذه الميسيون هذه الاغنيه اللي جديده ان شاء الله اللي خرجتوها ديال وايلد اللي دابا غادا كتحقق نجاح كبيرة اللي كانت. لا مازال ما شريناش لي فيو. مازال شريناش لي فيو. غنشريو لي فيو غتولي نجاح كبير. رايان ماك توبي دونك هذا واحد لو جون اللي عنده واحد الصوت رائع بزاف اللي اكتشفناه جوستومون في شادة. علاش نقول لكم اكتشفناه في شادة؟ لان كنا درنا واحد لا تورني ديال المدارس مع شادة في 2015 ووصلنا للمدرسة ديالو في مدينة الدار البيضاء. مدرسة اللي مولاها عنده راديو أخرى سبحان الله ما اكتشفوهاش ذاك الراديو الأخرى. جينا حنا لعندك المدير اللي عنده واحد المدرسة ديال واحد مول واحد راديو واحد أخرى وخدين شفرنا لهم رايان ماك توبي اللي كان غنى واحد الأغنية ديال إتشيرين طبعا الحال لانه هو فان كبير ديال إتشيرين. إتشيرين لان يمكن هو من اكبر لي فان في المغرب ديال إتشيرين. انت و كاين شي واحد اخر بعد ديال انا وهاجر بن حسين. لا داني مغني انت هو بالي فان ديال إتشيرين. وي جافي لا فيديو داني يوسف. اون فيت غير بغيت نوضح الناس نقرب لهم ما كيعرفوش ان هاد الاغنيه اللي كانت ديال رايان اللي هي وايلد وايضا دخلها في البوم ديالك اللي سميتو ديسكوفر ياك. هذا الالبوم هذا اللي هو انك الهدف ديالو انك تعرف سبحان مغير الاحوال. وليت اخويا انا كبرتي وليت فهمت اللي كتسولني. لا هذا الالبوم هذا داخل انك كتشر هذوك دوك كتقلب هذوك لي جون طالون اللي كاينين اللي يلا طالعين باغي تبينهم. ما كانش هدف انك تتعامل مع شي مغني يكون ديجا معروفين. سمعني نسولك واحد السؤال. هو الضيف راه ما دواش مسكين راه جا وحنا كنسول فيه انا. عندك صحابو شي ديال بلعاني زعما حيت انا اللي كنقدمه. حتى رايان سولو هو يجاوبك فراس المستمعين دابا ما فهموا حتى شي حاجه. لا سي فري مرحبا. لا رايان دايوغ يعني تبارك الله عليك. انا النهار الاول فاش سمعني عماد لاماركيت شحال هذه قلت ليه الدري عنده شي حاجه سبيسيال لان علاش لا فو ديالك ديجا فيها شي حاجه. وفاش كنت كنهضر مع عماد قال لي هذه الاغنيه هذه مصايبه عليه جونغ فهمتي حتى في لا كومبوزيسيون ديالها اللي سمعتها غتلقى ان لا فو ديالك يعني غادا تبارك الله عليك بواحد الطريقه ما يمكنش. والحمد لله هي الاغنيه دابا خرجات وغتحقق نجاح وبازال غتحقق نجاح كبير. غير انا اللي بغيت نسولك سكو انت واش كنتي كتسنى ولا كنتي كتشوف شي نهار انك غتقول ادخل هذا الدومين هذا ديال الغناء وتولي عندك اون شونسون بروفيسيونيل ويلا غتبدا في الكارير ديالك سيرتو كنتي كتقرا زعما ما كنتيش دايرها على بال ما كنتيش دايرها في بال. لا باقي كنقرا باقي كتقرا واش كنتي كتوقع انك غتوصل مثلا لهذا النيفو هذا وصلت اليوم؟ من الاخر نجيك من دونك تاك شي كنت كنتسنى وراه واش نكذب عليك. انا نعم اللي تيق في راسه من اللي كنت صغير وانا كنحلم بهذا الشيء وباقي كنحلم بشي حاجه ما كثر ان شاء الله وغنوصلوا لها من بعد دقه. غادي نمشيو غادي نسمعوا اليوم لا فيرسيون عرب اون فيرسيون اكوستيك مع رايان ماك توبي. لا 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 او بيبي حبك فين كان خبي غير خودي قلبي وبيسيري هربي فين غلب الجمال ننسى روحي وانتي محلى محال وليت انا كيشي مجنون كل ساعة نشوف التليفون بالي فيك ديما مشغول من غيرك انا لا اكون مهما كان بيها نفوس عيني هكبر كي الجبال تمنيت وسطهم نعيش شوال بقاو فيا كيشوفو معاها غنكون فرحان او ياه معاها غنكون فرحان او بيبي you got me loose baby why like an animal you're really beautiful I've been looking all my life for the mornings or the nights for your love girl او بيبي حبك فين كان خبي غير خودي قلبي وبيبي
سيري هربي فين غلبة الجمال انسى روحي انتي محلى محال Baby tell me what you wanna do We can go any way you choose Just say the words in a Make all your dreams come true Together we can see the world Got the back so let us hit the road Oh baby just you and I never felt so alive I thought you hated me really were just in love Ooh, baby حبك فين كان مخبي غير خودي قلبي وبيسيري هربي فين غادب الجمال ننسى روحي وانتي محلى محال او بيبي حبك فين كان مخبي غير خودي قلبي وبيسيري هربي فين غادب الجمال ننسى روحي وانتي محلى محال رايان مكتوكي عليك العربية مازال كتهرب ليك اخويا صافي 5 عام ما جيت المغرب العربية مازال كتهرب صافي ايوا نحفظوا المهم فهمتي دابا يونس ناني ولا خصو غنى لا اخويا انا نغني حنا نغني فحالك شو دابا نقول قدام الناس ياك قول لي بقاش تخرج عينيك بزاف انا لا شفتينا ديجا ملي صورنا واحد الحاجه ذاك النهار دور اعترفوا دابا لا 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 مازال ما داش في التلفازه داك الشيء لا لا خلي خلي نعاودوا معاك كوبي عاود معنا العربيه حفظ العربيه صاحبي حفظ الدروس ديالك لا هو و غادي دير بس باش تدخل بيتك صافي من حك سناني حك سناني الله يخليكم ريان مكتوكي مازال معنا وغنصفقوا كاملين على ندى ازهري اللي معنا الصباح ندى مرحبا ميرسي بوكو صوت صغير لا ولا كيف اغاني كيبان كبير لقينا صوت صغر ديال سميره اليوم لقينا صوت صغر ديال سميره صافا ندى صافا لاباس عليك لا والله الا سام في بيزار نهضر مع الناس اللي خدمت معاهم اه وي الوغ ندى ندى تبارك الله كبرات صوتيا و با في الاج كبرات في الصوت وجاتنا بواحد الاغنيه جديده اللي زوينه بزاف اللي سميتها انا اللي بغيت اش بغيتي بغيت والو اش بغيتي اش بغيتي دابا حتى حاجه ما اش بغيتي اش بغيتي اش بغيتي الو الا سولتك على هاد لا شونسون جوست ما قبل ما نرجعوا لا شونسون اللي درنا قبل انا اللي بغيت سي ان شونسون زوينه بزاف ياك سمعنا النهار الاول حنا ولا ادوبتي هنا في الشاده دونك راه كدوز في الشاده صافي بليزير انا اللي بغيت انت اللي كتبتي لي بارول وي فاش فكرتي ملي كتبتي هاد الكلمه ديال انا اللي بغيت اش بغيتي La vérité, c'est des paroles que j'ai pas la cœur. C'est pas un truc que j'ai vécu ou les chihaja. C'est des paroles que j'ai pas la cœur d'un coup. J'ai écrit la chanson même pas une heure. Des fois, ça arrive. Vous êtes l'inspiration. Ah, exactement. Voilà. Donc, tu sais, l'ornia, ma chanteuse, tu as bien le hal. Mac, un producteur et un musicien. Oui. Les Mac, les Huma, Reda. Maya, producteur Erkov. Erkov. Et Reda et mon guitariste Badr. Marhaba. On leur a dit qu'on nous mène d'abord à peu près 10 minutes. Du coup, on nous mène d'abord à les Hum. Justement, qui est-ce que tu as de la collaboration avec ces gens? Où est-ce que tu es? Tu es vers eux ou les Huma les qu'elles bolik? Ana les qu'elles bolik. Alors, parce que la chanson qu'elle a dit bien avant Fantasy et tout ça, ça fait plus d'un an. Et quand on parle, il y a un producteur qui est vraiment aidé de chez les Brit Anna avec la chanson. Donc j'ai essayé de travailler avec plusieurs producteurs avant, et ça n'a pas trop marché. Et Anna, je connaissais le groupe. Non, mais là, ça a marché. Non, c'est avec Fantasy. Non, et après, je connaissais le groupe d'Alon parce que Roma il joue dans un groupe, c'est plutôt de psycho acoustique. Ah, acoustics. C'est quoi Qu'est-ce que le film Ah oui. Et donc, Roma quand il est bon, un peu le style Anna Tijbni. Et je connaissais des membres du groupe. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis rentrée en contact avec Reda, ma Erkov. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et justement, parce que quand j'ai travaillé avec Nada, la chanson Fantasy, c'était difficile pour Nada t'accepter de chanter cette chanson. Parce que tu étais mêlée, tu disais non. ماشي انا ماشي داكشي اللي كنبغي هي سي بلوتو دابا انا اللي بغيت لقات راسها ولقات اشنو هي كتبغي دير جوستمون ريان سمعتي الاغنيه بيان سور ديال ندى كنت من الناس اللي كيشجعوا ندى جات كاد لا شونسون bon tu as pas le choix ma grande non c'est on va dire c'est un nouveau style
c'est la mélodie est purement occidentale et les paroles blarbia. C'est magnifique. هي الى جينا الى قرب شكون هما الفنانين المغاربه اللي عندهم هذا لو ستايل هذا لا فيريتي انا جو بونس بيرسون باسكو انا بيرسونيلمون زعما جو شانتي با ان عرب افون اي جو مي سوي با انسبيري دو شانتور ماروكان باش ندير هاد لا شونسون دونك الانسبيراسيون ديالك فين كانت ملي كتجيبيها شكون بلوس من تو سكي ميوزيك انجلو ساكسون بريتيش و تو سا شكون هما لي شانتور ديالك اللي بور تو سي دي ريفيرونس هاد لو ستايل يانا بوكو يانا بوكو بوكو ما تنسمع بزاف داك لي غروب لي فريمون غابرين جون كو بيرسون نو كوني جي كنت انا اي جي سايد مسكير شنو ما عرفتش ما عرفتش كان سايد مسكير اللي كتسمع لينا الصباح خويا حنا راه كنضحكوا معاك سايد مسكير لا بيان سور عرفتو انا كنطون جو اوت شوز جي سايمون سايز اوكي الوغ انا شنو هاد فاش غادا دابا اجوردي انا اللي بغيت فانتازي سيتي اوت شوز دابا قلبتيها انا اللي بغيت دونك ما مشيتيش في لو ميم ستيل اشنو غنتسناو من عندك من بعد شنو غادي تمشي في هاد لو ستايل اللي كنسميه ولا كتسميه ليندي ليندي بوب واه جو بونس اه وي جو في كونتينيو في هاد لو ستايل مي مازال جو سو انكور على ريغيرش دو مون فري ستايل دابا جيساي جيكسبيريمونت اي كاين عاوتاني مون بروشين سينجل كي اريف تا هو اي لي ان بو في هاد لو ستايل ان بو ديفيرون مي سا ا بو بري لا ميم شوز تا هو ان سا اي فا ايتر ان عرب Et puis voilà, on verra après par la suite. تبارك الله عنده واحد الصوت فاش كدوي لا تسمع لا تسمع القضيه نادا عندك نادا اوريان ملي كتسمعهم عرفتي ديك اللي كنقولوا شحال هذه بحال كتسمع السيدي وي ملي كتسمعهم بحال ماشي سي با دي زارتيست ستوديو سي ديال لا سين وديال الاستوديو ف جوستمون ودايوغ حضرنا اليوم فواحد لايف مؤخرا فواحد الصاله اللي كانت تنظمات في مدينه الدار البيضاء وحضروا لها لي زارتيست كبار من المغرب وخارج المغرب وشفنا لا بيرفورمانس ديالهم دونك تبارك الله عليكم كنتو مزيان والله الا كنشكركم انا حشمت بلاصكم صراحه انا تزمنت بلاصكم الله يسعد عوانكم فرحان كضحك وراه حيت الله العظيم كتشوف دي جون بحال هكا اللي تبارك الله عليهم انهم خدامين وعندهم لو طالون انت خصك دير لهم يعني اقل حاجه غير باش تحاول توصلهم وتحاول انهم ان شاء الله يبانوا في الوغ ندى شنو كتسناي انا اللي بغيت شنو كتسناي واش كيف كيتسناو بزاف لي زارتيست عدد ديال لي فيو في يوتيوب بزاف ولا فير دي دات يعيطوا لك دي كونسير بحال باش تغني هذا لو ستايل ولا سي كوا ولا تمشي لانترناسيونال ولا عند العرب كيسك تو شنو كيبان لك في راسك شنو التخيل ديالك انا بوغ لانستون دابا جي في اون شانسون ان عرب دونك سي بور توشي لي ماروكان باسكو انا مازال بوغ لانستون جي في كو دي شانسون ان انغلي من قبل دونك مازال لي ماروكان ما تعرفونيش بزاف بور مو سي جوست بوغ ان تي بو سو فار كونيتر اي افوار دي دات اما لي فيو اي تو سا سور يوتيوب سا ما انتريس با سكي ما انتريس سي دو سي كو لي جون يسمعوا لا ميوزيك وتعجبهم الفنان الفن ياك الفن الناس اللي كاينين انا جبت لي فيو انا جبت ملايين واحد يقدر 16 مليون ترفعوا يوسناني يا خويا خلينا مزيانين مع الناس كاملين مع الفنانة مع كل شيء كدير لنا المشاكل هذا الصباح هذا هو اتاي كيبغي الشفن زعما ماشي الله يخليكم الله يخليكم خلينا دابا كنهضروا مع ندى الزهري ما بغيناش الله ندخلوش في السياسة اللي بغى يشرب قهوة يشربها فين ما بغى اللي بغى يشرب اتاي اللي بغى يشرب العصير كل واحد شنو يدير اتاي علاش جوستومون هنا كنهضروا على الأغاني أجوردي ديال اليوم اللي كي كتشوفي سي جو با دير أنا ما كيعجبنيش ذاك الكلمات يقول كوميرسيال ولا ديال لأن كل شيء كوميرسيال ملي كدير شي حاجة كتبيعها هاكا تحطها في دي بلاتفورم كتبيع وتشري كتولي كوميرسيال كلشي الفلوس ماشي كديرها وكتسمع في الدار وكتجيب الناس كيصفقوا عليك وكتمشي في حالك غير هما سي واحد لو ستايل الناس ردوه ان بو لا سي كوميرسيال ولا لي كوميرسيال فيه وفي ف حاجه كتباع كلشي كوميرسيال مي داكشي فيه وفي بيع وشراء الوغ جوستومون علاش ما مشيتيش قلتي بغيت نعرف المغاربه ما مشيتيش في ان ستايل بوتيتر اللي كنشوفو فاز ميم طافوا لي ديفيرونت انا نقدر كاع الا جيت نقرب طافوا شويه واخا سي با لا ميم شوز نقدر نشوف لو ستايل ديال اوم ولا شي حاجه دون لو ميم اسبري سي با لو ميم ستايل ميوزيكال مي سي دون لو ميم زعما de la voix. علاش ما مشيتيش دون ليسبري ديال الفنانين اللي كاينين اوجوردي بحال لمياء الزيدي اسماء المنور حيت ملي هضرنا على العربيه كنهضروا على العربيه غنشوف هذا لو ستايل باش نقدروا اون توش واحد لو بوبليك اللي تري تري لارج باش نتعرف في المغرب هكا نقدر نتعرف ولكن سا بو بروند بلوس دو طون وهنا تو سيب لواحد لا نيش انا دخلت شفت ان تي بو الناس لا رياكسيون ديال الناس توتي بوزيتيف الناس كلهم عجباتهم الاغنيه ما كاينش الحمد لله الناس عجباتهم الاغنيه ولكن ماشي الاغنيه اللي غادي توشي الناس كاملين سي فري علاش ما درتش داك لو ستايل تو سامبلومون باسكو سي با مو سي با مو دو تو ما بحال غادي نكذب على البوبليك نعطيهم شي حاجه اللي سي با مو سي بور سا كو انا ميم الا شفتي في مي بارول اي تو سا سي اكري دون مانيير زعما فلويد داك لي بارول سا باس داكشي سا باس الوغ كو
je sais pas l'autre style ما... il va pas me convenir ou juste غادي بحال اللي غنكذب على الناس سي با مو حبيبي كركوف مرحبا ميرسي بوكو قربوا لك الميكرو سافا الوغ دونك كي قالت لينا نادا جات قلبات عليك انت ملي جات قلبات عليك بقات كلها هربتي لقاتني كنتسنى كتعرف نادا من قبل لا صراحه ما كنعرفهاش هي لاتي سي سي اون امي لواحد الولد معايا في الجروب Voilà, il m'avait dit que voilà, Nada va te faire la chanson. Voilà, avec plaisir. Elle m'a envoyé la maquette quand déjà de ma chanson. Ou la petite proposition, je vais avec chi. Ça fait autre chose. Voilà, ça donne à chi. Très bien. Alors, il y a d'autres projets là, de mon juge. ولا غادي تحبسوا هنا الضربوا في شي عرس ولا تحبسوا هاد لافير هادي كلها اركب جات بريكول دابا خدمنا معاك صورنا معاك والو خسرنا معاك الفلوس لا هو غير ما بغاش يخدم مع الدراري صراحه ولا ما بغاش يخدم مع الدراري صراحه انا شفتهم تخلعت والله هذا متبارك الله الدراري زوينين كيجوني بحال شويه ديال الفايكينغ عندهم ستايل ديال الفايكينغ شويه تبارك الله حنا رقاق الفايكينغ كيكونوا صحاب كيكونوا غلاط لا تبارك الله عليهم زوينين والحياه وداك الشيء صافي صافي tu sens rien que ça mais ça alors Erkov aujourd'hui شنو كتسنى انت من هاد لا شونسون مع ندى بصراحه حتى شي حاجه ياك من الاخر زعما بصراحه زعما ما عندك بصراحه حتى شي حاجه لا ديجا انا pour moi c'est ma première expérience زعما اللي غادي نبرودوي شي واحد فهمتي ندير لانغيستريمون الميكساج لا برودكسيون اي تو زعما c'est ma première expérience و ça fait plaisir تكون مع ندى voilà c'est ça chili kayn Très bien. Alors, Orkin, aujourd'hui, tu arrives juste la prod ou là, vous allez rentrer dans un cadre de la promotion, etc. Parce que Orkin, il y a produit aujourd'hui, Arfin, la production d'une chanson, ma kafiesh. كدير لا شونسون تقدر تبقى يسمع الناس اللي حداك كطير كدير فوا ان تي بوست سيغ يوتيوب دو سبونسورينغ فيسبوك اكسيتيرا مي ابري سي با سا است كو كاين ان ترافاي لي ريجيم بعد ديال شويه ديال لي ميديا لا راديو لا بريس لا تيلي باش يقدر لا ميوزيك ديالكم توصل الماكس ديال البوبليك وخصوصا الاغنيه بالعربيه اللي تقدر تمشي حتى لي بي اغاب وي alors on essaye d'abord de voir les possibilités li عندنا pour pour faire la promotion et tout ça mais c'est un peu difficile كتعيطوا تتصلوا باذاعه داكشي كيقول لكم مرحبا بكم ولا تقول لكم نعاودوا نعيطوا لكم كاين اللي تيقول لنا مرحبا بحالكم كيقولوا حنا الشهاده معروفين حنا تولي زارتيست ماروكان ضل كبيره ضل كبيره يا دي جون كي يا دي راديو كي نو ريبوند ميم با دونك مي بون جو كومبرون زعما يفال دي شانسون دي جون كونو دي زارتيست كونو زعما ولكن غادي يسمعوا الاغنيه ديالكم اليوم وسورتو غنسمعوها دابا اون لايف مع بدر مع إركوف مع ندى أزهري غادي يعيطوا لكم سوا سور مرحبا سي بارتي شو رايك خلي رياح تديك وتخليك بيك